بألوان العلم الألماني زينت بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين تكريماً لضحايا اعتداء تمثل في إقدام سائق شاحنة كبيرة على دهس المترجلين في سوق أقيم بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد يوم الاثنين، وأدى إلى مقتل 12 شخصاً وجرح حوالي 50 آخرين. وتقول سيدة ألمانية: أعتقد أنه علينا أن نبعث برسالة نظهر من خلالها أننا نقف معاً ونتصرف بشكل عادي. آمل أن يبعث أناس كثيرون بهذه الرسالة بأن نقف معاً في برلين وأن نخرج إلى الشوارع ونواصل حياتنا كرسالة ضد الإرهاب مهما كان مأتاه. وفي سوق مارين بلاتس في مدينة ميونخ أطفئت الأنوار تكريماً للضحايا. ويقول مواطن ألماني: أعتقد أن الأمر يجعلك تنظر أكثر من حولك، ولكن لا ينبغي علينا أن نختبئ. ينبغي علينا أن نواصل ما اعتدنا القيام به وألا نستسلم لهذا الإرهاب. وبحسب السلطات الألمانية فإن منفذ الهجوم ما زال هارباً.